26 من رمضان عام 2011 أعلن معارضون سوريون عن تشكيل مجلس وطني انتقالي برئاسة المعارض البارز برهان غليون وعضوية 94 آخرين من أبرز وجوه المعارضة السورية في الداخل والخارج. وأكد بيان تلي في العاصمة التركية أنقرة باسم شباب الثورة السورية في الداخل اختيار هذه الشخصيات لقيادة الحراك الشعبي والالتزام بهدف الثورة الأساسي المتمثل بإسقاط نظام الأسد، ووجه دعوة إلى من أسماهم بالفئة الصامتة للتحرك والانضمام للثورة. في 29 من رمضان من العام نفسه شنت عصابات الأمن الأسدية حملة مداهمات في قدسية، وقد اعتصم الأهالي بساحة قدسية ونادوا بإطلاق المعتقلين، كما تم إغلاق الساحة من قبل المعتصمين الذين أقسموا على أن لن يبارحوا مكانهم حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين. وكانت قوات الأمن السوري قد قامت باقتحام مدينة قدسية في ريف دمشق مستخدمة باص وحوالي 15 سيارة مليئة عن بكرة أبيها بعناصر الأمن المدججين بالسلاح، وقامت باقتحام البيوت وأسر شباب من أهالي البلد كانوا يقومون بمظاهرات سلمية شبه يومية. كما قامت قوات الأمن بضرب امرأة بعد أن طالبت بفك أسر ابنها الموجود في باص الأمن. في 29 من رمضان من العام نفسه قال مدير المؤسسة العامة للنفط علي عباس إن الثقة في مشاريع النفط لم تتضرر، واستثماراتنا آمنة وإنتاجنا مستمر ومستقر وعلاقاتنا مع الشركات الأجنبية جيدة، مبيناً أن العقوبات الأوروبية المرتقبة على قطاع الطاقة ستؤدي إلى وقف شحن أو تسليم منتجات نفطية من الموانئ السورية، وشركات النفط الأوروبية لن تهجر مشاريعها داخل البلاد على حد تعبيره. في 29 من رمضان عام 2012 أكدت السلطات السورية وفاة العماد حسن تركماني معاون نائب الرئيس المتخصص في الشؤون الأمنية، ليرتفع بذلك عدد القتلى من الشخصيات الكبيرة في عملية تفجير مبنى الأمن القومي إلى 3، بينهم وزير الدفاع داود راجحة ونائبه العماد آصف شوكت صهر الأسد. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية قد أعلنت وقوع تفجير انتحاري استهدف مبنى للأمن القومي في العاصمة السورية وأدى لوقوع إصابات في صفوف مسؤولين بينهم وزير الدفاع ونائبه. في 29 من رمضان من العام نفسه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا ترفض فكرة فرض حظر جوي على سوريا، معتبراً أن ذلك سيكون انتهاكاً للسيادة إن شمل أراضي سوريا. وجدير بالذكر أنه لم يقترح أي عضو في مجلس الأمن رسمياً فرض منطقة حظر جوي، إلا أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قالت في وقت سابق إن واشنطن وتركيا تدرسان كل الإجراءات اللازمة لمساعدة مقاتلي المعارضة السورية الذين يقاتلون للإطاحة بالأسد، بما في ذلك فرض منطقة حظر جوي. في 29 من رمضان من العام نفسه أكدت وكالة رويترز في خبر عاجل وزعته على مشتركي خدمتها الإخبارية إن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع أعلن انشقاقه عن النظام السوري وغادر إلى الأردن في وقت نفت فيه السلطات السورية النبأ وقالت أن الشرع لم يفكر في الرحيل من سوريا إطلاقاً. في 29 من رمضان من العام نفسه بدأت تركيا توزيع مساعدات غذائية وإنسانية على سوريين على الحدود المشتركة بين البلدين مع تفاقم الصراع في سوريا. يأتي ذلك وسط تزايد عدد السوريين الفارين من القتال في الثورة المستمرة منذ 17 شهراً ضد الأسد، ليصل عدد اللاجئين في تركيا إلى 70,000، مما يمثل تحدياً يصعب التعامل معه. وتقول وكالة الإغاثة أن الوضع الإنساني في سوريا يتفاقم مع تصاعد القتال، مما حال دون حصول المدنيين على الإمدادات الغذائية والرعاية الصحية والمساعدات الأخرى.
في 29 من رمضان عام 2013 أنهت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين مشاريعها الغذائية المعدة لشهر رمضان المبارك في كل من الأردن ولبنان وتركيا، والتي تتضمن توزيع السلال الرمضانية ووجبات إفطار الصائم، حيث تم الانتهاء من توزيع 50,000 سلة رمضانية و100,000 وجبة إفطار صائم على الأشقاء السوريين خلال شهر رمضان المبارك. وتحتوي هذه السلل الرمضانية ما تحتاجه الأسرة من المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك. في 29 من رمضان من العام نفسه، قدمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس قائمة اقتراحات لمجلس الأمن الدولي بشأن سبل توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا وإيصالها عبر الحدود، كما طالبت بتحديد فترات توقف إنسانية خلال القتال للسماح بدخول المساعدات. وفي وثيقة وزعت على أعضاء المجلس، حددت آموس 30 إجراءً يمكن اتخاذها من أجل الرد على التحديات الإنسانية في سوريا والدول المجاورة. وذكرت آموس أن هناك حاجة ملحة في عملية سياسية حقيقية للحيلولة دون استمرار تدهور الوضع الإنساني. في 29 من رمضان من العام نفسه، قالت منظمة العفو الدولية إن مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية دمرت بالكامل جراء الصراع الدموي الدائر في سوريا، وأن سكانها يتعرضون بالإضافة إلى القصف اليومي من القوات النظامية لسوء معاملة في المناطق التي يسيطر عليها المتشددون الإسلاميون. وأوضحت أن القوات الحكومية قصفت بلا هوادة وبلا تمييز المناطق الواقعة تحت سيطرة قوى المعارضة، لافتة إلى أن المدنيين هم من يعاني من هذه الهجمات أولاً، مما أدى إلى التسبب بحالات قتل وتشويه.